مساء الخير. حلقة ريبلاي اليوم رح تحكي عن الفوليبول منتخب لبنان للسيدات يلي عم يستعد لبطولة غرب آسيا يلي رح تصير بالأردن. أيضا بالجزء الثاني رح نحكي انتخابات فوليبول والرياضة اللبنانية عموما مع الناقد الرياضي الصحافي ناجي شربل. بالجزء الأول من هالحلقة معنا مدرب المنتخب الوطني للسيدات، أكيد بتعرفوه، لاعب ومدرب إيلين نار. أهلا وسهلا فيك. هاي إلي، كيفك؟ إلي، أول شيء يعني منتخب سيدات عم بيستعد، يمكن هيدي أول مرة عم نقدر نشارك ببطولة للسيدات. إلي، هيدي أول مشاركة، يعني آخر مرة شارك منتخب لبنان بفئة السيدات كانت بتعود للثمانينات القرن الماضي، يعني نحن كل هالسنين كنا بلا منتخب سيدات، يعني هيدي خطوة كتير كبيرة، وبالفعل ومن دون تضخيم للموضوع أنا كتير متفائل بالمستوى اللي عنا إياه، وإن شاء الله بيكون عم نقدر نحقق نتيجة مشرفة للبنان عبر هيدي المشاركة بغرب آسيا. طيب كوتش، السؤال يلي بيفرض نفسه، يعني بطولة لبنان للسيدات السنة ما كان فيه، أو كانت السنة الماضية يمكن آخر بطولة صارت، بلا صار في بطولة هالسنة بس كانت كتير قليلة، يعني ما بعرف إذا هالسيدات عم بيكونوا جاهزين ليخوضوا بطولة من هيدا النوع. لا إلي، صار في مشاركة السنة الماضية، كان في بطولة لبنان وكان في بعرف. كأس لبنان كمان. اوكي. اوكي، ونحن بتعرف كثير منيح نحن بلد بحب البيتش فوليبول، يعني البنات ما وقفوا نشاطهم حتى ضمن الموسم الصيفي وكانوا عم بيمارسوا البيتش فوليبول، وكنت انا شخصيا عم تابع يعني وعم شوفهم، وعندنا بنات يعني قدموا مستوى لافت بالبطولة اللي كنت انا وياك عم نعلق عليها. ايه، عم بحكي على البيتش فوليبول، بس الاندور بدها تفرق العمليه، يعني انا اللي بقصده انه على اي معايير انتم نقيتوا هول البنات ليكونوا بالمنتخب الوطني. اوكي، هيدا بيت القصيد. نحن لاول مره قدرنا نقسم البنات انتو فور جروبس، يعني حسب كل وحده باختصاصها، يعني دائما انا بحب يكون كل لاعب عنده اختصاص معين فنقدر نحن نتماشى مع التطور اللي صاير بلعبه الفوليبول برات لبنان. يعني هلا بتشوف عناصر عندها اختصاص، يلي من ريسيفرز لميدل بلوكرز لاوبوزيت لساترز لليبرو، يعني نعمل ليستا لاسامي هي تميزت بالبطوله الماضيه وهن كمان بعدهم كانوا ناشطين. انا قلت لك عن البيتش فوليبول تقول لك انه هودي العناصر كانوا اكثريتهم هن ناشطين بالبيتش فوليبول، يعني بعدهم محافظين على الحد الادنى من اللياقه البدنيه المطلوبه، وكون الفتره كانت كثير قليله فتره تحضيريه الاكيد انه ما تسنى لنا يكون عندنا فتره طويله تنقدر نحضر بدنيا، يعني اكيد تنبش يكون اكثر بنات جاهزين تنقدر نخوض معهم هيدا الاستحقاق. وبقدر اقول لك انه البنات 12 الموجودين هن من الافضل، لاكيد في اسماء ثانيه كمان رح يكون لها استدعاءات بالبطولات اللي جايه، بس الاكيد البنات 12 هن عناصر بيستاهلوا كمان يكونوا موجودين. اللجنة الخماسية برئاسة ميشيل أبي رميا، وليد الأصوف، أسعد النخل، علي خليفة، وعلي أبو علي، حط أمال كبيرة على هيدا المنتخب. أنت كفني، أنت وزميلك جوني لئيس، عندكم هل إذا بدك الأمل بأنه نحقق نتيجة جيدة؟ الأكيد، والعناصر الموجودة هي عناصر ممتازة، يعني قدرنا نفوت سيستم جديد وقدروا اللعيبه يتاقلموا معه عن جد بفتره قياسيه، ومنحب نطمن الكل انه انا والكوتش جوني عم نشتغل ب كمنظومه وحده كايد وحده كرمال نكون كلنا جنود بخدمه هالمنتخب وهيدا المشروع يلي ما راح يتوقف عند بطوله غرب اسيا، راح يتكفى اكيد.
قد ايه غياب اتحاد عم بيأثر على نفسيه اللاعبات انتم كمدربين كجهاز فني؟ لانه اليوم الضياع اللي صاير بعالم اللعبه عم بينعكس على توقيع الذكور، اكيد بطوله لبنان للرجال، وعم بينعكس على كل الامور اللي لها علاقه بالكره الطائره. ليك الي بدي اقول لك شغله، نحن اول مهمه انا والكوتش جوني هي انه نبعد هالصبايا عن هالتجوزيبات يلي عم بتصير على مستوى الانتخابات او الاتحاد، وعم بيكون عندنا تواصل دايم مع الاستاذ وليد القصوف واستاذ ميشيل ابي رميا يلي اعطونا كامل الدعم، واكيد كمان استاذ علي ابو علي واستاذ علي خليفه مع حفظ الالقاب. يعني لا، ما عم نحس بهيدا النقص، ونحن بعاد كل البعد وما عم نفكر حتى بهيدي المواضيع، يعني نحن كل تركيزنا عم بيكون بيور فني، وهيدي المواضيع ما عم نفكر فيها ابدا. طيب، في عنا 9 منتخبات بدنا نواجههم، ما بعرف اذا انسحبت القرعه او برنامج الدوره صار عندكم ولا بعد هيدي الامور ما صارت. لا، بعد ما صارت، بعد سحب القرعه المفروض يكون ابتداء من الاسبوع اللي جاي. طيب، انت كمدرب، انت وزميلك جوني لقيس، بتعرفوا شيء عن المنتخبات الباقيه؟ يعني كنا عم نقول في الاردن المضيف، لبنان، سوريا، قطر، الامارات، الكويت، العراق، السعوديه وفلسطين. رح اقول لك شغله، انه قدرنا نستحصل على فيديوهات عن نهائي بطوله الاردن، وعنا فيديوهات عن الكويتيه وشويه معلومات، يعني عم نقدر نعمل شويه استجماع للمعلومات اذا بدك عن الفرق الثانيه. وما بخفى عليك، ممكن يكون عندنا مباريات وديه مع المنتخب الاردني، ممكن يجوا على لبنان يعملوا معسكر هون، هيدا اللي عم ينسعى له. واكيد رح يكون معنا نحن السكاوتينج جون ابو جودي، رح يكون هو رح يساعدنا بموضوع تقييم الفرق، وهيدا اكيد عامل اضافه وايجابي، ورح يكون مردوده كثير حلو على الصبايا، يعني رح يشتغلوا، رح يتعودوا الصبايا اذا بدك على الشغل البروفيشنال المضبوط على مستوى عالي. لي البعض بيقول، بتعرف يعني كل ما يكون في منتخب لبنان باي لعبه اللي كان بتطلع بعض الاصوات بتعمل نقد بناء، والبعض بينتقد انه هالمنتخب بلا خبره، لاعباته باغلبيتهم وجوه جديده على منتخب للسيدات. شو بترد على هذا الموضوع؟ انه شو بدهم يعني ما نشارك؟ لا، انه بدهم ميكس بين المخضرمات والناشئات. ما هيدا اللي صار، يعني اكيد اللي عم بيحكي بهيدا الموضوع منه مطلع على لسه الاسامي، يعني لسه الاسامي هي مزيج بين مخضرمات ولاعيبه جداد، ولاول مره رح يكون معنا ناس طولها بالمترو 85، يعني شوف الي، انا بقول شغله، بليز بليز بليز، عندنا فرصه تاريخيه انه لبنان يعمل نتيجه مشرفه. شو يعني؟ شو يعني نتيجة مشرفة؟ شو يعني؟ يعني أقل شيء رح نكون بالمباراة النهائية. أوكي. أوكي، كفي. رح ناخذها عليك هيدي، يعني رح نكون يعني بالمباراة النهائية. يعني بنطلب من كل الغيورين والمحبين إنه يكونوا حدنا بهيدي المرحلة، مثل ما نحن حطينا كل شيء على جنب وقررنا نكون جسم واحد لخدمة هيدا الفريق، أنا دائما بقول هيدا المشروع، لأنه لازم ما يخلص هون، لازم يكون مشروع طويل، بقى يطلعوا على الاسامي ويشوفوا انه هيدا الخيار هو خيار كان بمحله، ان من حيث الاسامي او المراكز. واثنين، الاكيد رح اجي هلا كمان اقول شغله، انه الاكيد في 5 6 لعيبه قادره بالمستقبل القريب تكون موجوده، يعني رح سمي، يعني عندنا مثلا اونيل جديد فيها تكون موجوده، في عنا لين موسى، في عنا شاريل خوري، وفي عنا كثير عالم فيها تكون موجوده، يعني جاي المراحل جاي. بس مين قال انه هول مش هوليك او هوليك مش هول؟ هيدا السؤال عم بسالك اياه، ليش سالتك عن المعايير يلي اعتمدتوها؟ المعايير كانت واضحه، عنا ريسيفرز مركز رقم 4 لعيبه يلي هن الافضل، ميدل بلوكرز عنا 3 يلي هن لازم يكونوا عنا لعيبه طوال بالمترو 80 للمترو 85،
الاوبوزيت عندنا لعيبه اثنين من فرنسا، ليست عنط بهيدا المركز بناس من برات لبنان، اكيد لبنانيه هن بس ناشطين بالدوري الفرنسي، لانه نحن منا معودين من الضرب من خلف على مستوى الكره الطائره اللبنانيه. سو انت اذا بدك تلعب ضد فرق من برا لازم تكون انت عندك عناصر جاهزه انها تقوم بهيدا الدور. بقى كان الخيار لهول الاسمين يلي بيلعبوا برات الدوري اللبناني. اما بالتوزيع هون بقول لك عندنا مفاجاه كثير كبيره، عندنا لعبه اسمها ايمان صفا، لعبه كثير مميزه، لعبه طويله وبتلعب بمركز الستاتر موزع، رح تكون مفاجاه المفاجات يعني صدمتنا بالليفل يلي بتعلي فيه. هي كانت ناشطه بالدوري الامريكي للجامعات، وهي حاليا تلميذه بجامعه ال اي يو، قدرنا نستقطبها وتكون بصفوف المنتخب اللبناني. بالاضافه ما بدي انسى كمان الموزعه الثانيه كارن يلي كمان عم تقدم مستوى منيح. والاسامي يا ريت فينا نعطيهم حقهم ونعرض اسامي اكيد المنتخب. اكيد كوتش فيك تعرض اللي بدك اياه. يعني بمركز الاستقبال يلي هن الريسيفرز او اوتسايد هيترز، عندنا قائده الفريق ميرا عدرا، اللاعبه المميزه ميرنا شيخو، اللعبة كمان رح تكون مفاجأة ياسمين تامر يلي لعبة صغيرة كتير بالعمر لكن عندها مستوى كتير حلو، وريم العلي يلي فيها تلعب بكذا مركز، إن كان مركز الاستقبال الأوتسايد هيترز أو إذا كان عنا إصابات بمراكز تانية فيها تكون كمان عم بتساعدنا لأنه عندها تكنيك كتير حلو. أما بالميدل بلوكرز عنا اللعبة سارة عكاري من الألمون، لعبة آيا ماريا مطر يلي هي اختصاصها البلوك ان كان بالبيتش فولي بول ولا بالاندور، واللعبة كمان الجديدة على الساحة يلي هي بتتمتع بطول عالي وريتش على البلوك، يعني الكل مصدوم فيها، ليا شبيب يلي لعبة طولها متر 85 وعندها ديتونت كثير عالية. اما الاوبوزيت حكينا عن لاعبتين يلي جايين من الدوري الفرنسي يلي هي اندريا ابي صعب وماريلا جريدي. اما الموزعات ايمان صفا وكارين كارزل. والليبرو اللعبه كمان الجيده جدا سليم بشعلان. اوكي بفهم منك الي انه هالتوليفه يلي عملتوها، هالتشكيله يلي عملتوها فيها مفاجآت ورح نفاجئ المنتخبات الباقية بالمستوى يلي رح نقدمه. هون السؤال يلي بيفرض نفسه، ليش بلبنان دايما تحديدا بالفوليبول، أنا بدي أعمل محامي الشيطان اليوم، قبل شهر من أي بطولة منبلش نتمرن؟ ليش هالمنتخب ما بيكون على طول عم بيتحضر؟ ليش منتخبات الكرة الطائرة إن كان للرجال أو للناشئين أو بيتش فوليبول ما بيضلوا عم يتحضروا كل السنة؟ هيدا السؤال يلي حضرتك طرحته أنا طرحته على الاتحاد أو المعنيين، وكان في تجاوب كبير إنه بعد هالبطولة المنتخبات كلها ما رح توقف. يعني هلا في مشروع إنه يمشوا كل المنتخبات من الناشئين، رح يكون كمان في منتخب للرجال، منتخب الأول، ومنتخب السيدات ما رح يوقف كل السنة، يعني على القليل يكون عنا تجمع مرة أو مرتين بالأسبوع ويكون المنتخب اكتف على مدار السنه. اوكي بدي اسالك انت كمدرب، انت وجوني برايكم هالفتره التحضير اللي عم تحضروها، ما بعرف كم مره عم تمرنوا بالاسبوع ووين، بس رح تكون كافيه لنوصل على الاردن بنص شهر الجاي جاهزين فنيا بدنيا وذهنيا؟ نحن عم نتمرن بمعدل 6 تمرينات بالاسبوع، عم نجرب انه نوصل اكثر جهوزيه ممكنه قبل البطوله. لاكيد كان احسن لنا لو عم نتحضر من شهرين وثلاثه او اربعه كمان، بس هيدا اللي عنا وعلينا نتعامل مع هيدا الوضع باحسن طريقه ممكنه. ومن هيك اذا بدك الاسامي يلي تنقت هي اكثر اسامي كانت اكتف كمان على الساحه، يعني ما كانت أوكي. عم توقف. طيب قرينا بالجرايد انه اللجنه الخماسيه تحديدا رئيسها ميشيل ابي رميا قرر انه يدفع من جيبته تيكتات السفر، لانه المنتخب كان رح يروح بالبولمان من بيروت على عمان. ما بعرف هيدا الشيء قد ايه بيريح الصبايا، لانه بعرف المشوار قد ايش متعب من هون لهونيك، وبعرف انه رح يوصلوا على اخر يعني.
أكيد هذا الموضوع كتير سهل الإشي علينا وريح الصبايا، يعني ما تتخيل قد إيه كان في إذا بدك خوف أو رهبة من موضوع الروحة بالبولمان، خاصة بهيدي الظروف يلي عم تعيشها المنطقة. بس مشكور أكيد أستاذ ميشيل على هيدي الخطوة يلي أكيد رح تنعكس إيجابا على أداء الصبايا، إن حيث نفسيا ولا أكيد جسديا. كيف أجواءهم البنات بالتمرين إلي؟ بعرف أنه أنت بناديك السنة الماضية بيبلوس وجوني إن كان ب 1875 وين ما كان عم بيدرب راب للصبايا أكثر، والأجواء كيف عم بتكون بالتمارين؟ يعني فيها الحماس، فيها الرغبة بأنه نروح لأول مرة بتاريخ الفوليبول اللبناني نحرز لقب رسمي غرب آسيوي؟ ليك إلي بدي أقول لك إنه الأجواء كتير حماسية، الصبايا عم بيكونوا عيلة وحدة، يعني بيخلصوا تمرين عم بيقضوا وقت سوا، يعني هيدا الموضوع اللي أكتر شيء عم نجرب نشتغل عليه. نحن عنا صبايا جايين من كذا نادي، ما عم نحس أي وحدة هي من هالنادي وهي من هالنادي، عم بيكونوا كلهم قلب واحد نسيوا المنافسة بيناتهم يعني؟ طبيعي طبيعي طبيعي، يعني عم اقول لك طبيعي، يعني ما تتخيل قد ايه الاجواء مريحه والحماس. هيدي اول مره بيصير في منتخب للسيدات، الصبايا كلهم عارفين قيمتها هي الشغله والاكيد كثير مبسوطين بهيدا الشيء. خليني اقول لك شغله، يعني انا على تواصل كمان مع اللاعبه اندريا ابي سعد يلي هي حاليا بعدها بفرنسا، رح تلعب اخر مباراه لها بفرنسا على بكره، يعني كل يوم بتقلي انه ما بيطلع بايدها تمرين هونيك ولا شيء، محمس انه بدها تكون بصف المنتخب وكل العالم انه مبسوطه فيها انها بالمنتخب وما انا مصدق انها تكون معنا. يعني الاجواء اكثر ما بتتصور ايجابيه، وندعيك انك تجي تشوف اجواء التمارين كيف عم تكون. يلا بركي الأسبوع الجاي منبعت كاميرا وريبورتر ومناخد آراءهم للصبايا وهيك منحمسهم شوي. لوجستيا كل شيء مأمن لمنتخب لبنان للسيدات؟ طبعا لهلا ما عم بيكون ناقصنا شيء وكله عم بيكون مأمن. عم تقسى عليهم بالتمارين يعني مش خايف من إصابات لا سمح الله؟ عم نمشي بطريقة مدروسة وبطريقة إنه أكيد نحمي الصبايا من الإصابات قد ما فينا. طيب آخر سؤال إلي، شو بتحب تقول للجنة الخماسية؟ أكيد ما بدي فوتك بدهاليز الفوليبول والانتخابات، شو بتقول للجنة الخماسية وشو بتقول للصبايا يلي معك أنت وجوني؟ أول شيء بدي أتوجه بكلمة للصبايا، يعني هداك الموضوع بفضل أنا ما أفوت فيه، يعني موضوع أكيد بدي أتشكر اللجنة الخماسية يلي قامت بعمل جبار لتأمين هيدي السفرة. أنا بعرف كثير منيح أستاذ وليد القصوف وأستاذ ميشيل والباقيين شو عملوا تتكون ماشية هيدي السفرة بهيدي الظروف، بدي أتشكرهم على هيدي الموضوع وبتشكرهم على الثقة يلي منحونا إياها. أما الصبايا أنا بدي هنيهم على هيدي الروح يلي عم بيكونوا فيها بالتمارين، يعني وقت نقول التمرين الساعة 8 عم تلاقيهم من الساعة 7 موجودين باحترافية عالية وعم بيطبقوا كل شيء عم نطلبه أنا وجوني، وما عم بيكون عنا أبدا أبدا، يعني قد ما أحكي هيدي الحقيقة ما عم بيكون أبدا عنا مشاكل معهم، يعني عم بيبدوا مصلحة المنتخب على كل أشياء تانية، حتى أمورهم الخاصة أو على مستوى الدراسة أو العائلة، عم ببدوا كل شيء كرمال يكونوا بتصرف المنتخب. فأنا بدي أهنيهم وبدي أتشكرهم وبدي أقول لهم يضلوا هيك والأكيد رح يلاقوا اللي عم بيزرعوه. أنا بدي أتمنى لك التوفيق أنت والصبايا كلهم، وأكيد رح نحاول كأو تي في نحن طالما عم نتابع الفوليبول إنه نقدر نحصل على المباريات بالأدوار المتقدمة ونذيعهم عبر شاشتنا لهواة الفوليبول والأهالي. بعرف إنه الأهل كتير بيحبوا إنه أولادهم، خصوصا إنه هيدي أول منتخب للسيدات عم بيشارك ببطولة غرب أسيوية. رح نجرب إنه نكون عم ننقل هيدي المباريات بشكل مباشر وعم نفاوض التلفزيون الأردني على هيدا الموضوع. أنا بدي أتمنى هيدا لك طلبي توفيق. لي إذا ممكن هيدا الشيء، لأنه إذا كنا بأدوار متقدمة حرام ينحرموا هيدي الصبايا من التي في كفرج، يعني
أكيد أكيد، بدي أتمنى لك توفيق أنت وياهم للصبايا، تحياتنا لألهم، وأكيد رح نكون نحن وياهم بنشرات الأخبار اللي جاية مع أكثر من تقرير عن استعداداتهم لهيدي البطولة. شكرا لك إيلين نار، بريك وبنرجع بالجزء الثاني. مساء الخير من جديد، الناقد الرياضي الزميل ناجي شربل، رح نفتح نحن وياه اوراق بالرياضه اللبنانيه من الاوضاع العامه بظل الظروف يلي عم نعيشها لانتخابات اتحاد الكره الطائره. مساء الخير ناجي شربل. مساء النور، اشتقنا لكم، يعطيكم الف عافيه. ونحن اشتقنا لك كمان. بدي بلش معك. اول شيء بعرف انه الاوضاع صعبه اقتصاديا وامنيا، والاجواء منا اجواء كثير هيك ينحكى فيها عن اوضاع الرياضه اللبنانيه، لكن بظل النجاحات يلي صارت ان كان على صعيد الباسكتبول، استضافات تايكواندو، بطوله اسيا، بطوله عربيه، مشاركات لبنانيه بالخارج، الحكمه عم بيربح دوره الدوحه، لبنان بنهائي بطوله اسيا، وانت سبق انه كنت على الارض ب احدى النهائيات، خبرني شوي كيف بتشوف الرياضه اللبنانيه اليوم؟ الرياضه اللبنانيه اليوم صامده، وهيدا هو الحقيقه، انه هي بالزمن الصعب عم بتكون عند التحديات وعند وعلى الموعد مع الناس، ما عم بتغيب. مثل ما كانت ايام الحرب الرياضه اللبنانيه صامده، اذا بدك بلعبه الكره الطائره يعني يمكن رح نحكي عنها شوي بعد شوي، كانت عايشه برغم الحرب بكل المناطق اللبنانيه مثل بقيه الالعاب. عم بتواجه التحديات، الأزمة الاقتصادية اللي هي مش بس على لبنان، هي على كل الدول بأوروبا، بالشرق الأوسط، بدول الخليج، إذا بدك الأزمة الاقتصادية ماشيين اللبنانية بالألعاب الجماعية وحتى بالفردية بالإمكانات. شفنا منتخب كرة السلة، شفنا نادي اللبناني اللي هو رياضي بيروت عم بيحاول يستعيد لقبه، استعاد لاعب عنده لقاء عقد قطع قيمته مليون دولار أمريكي، ونفس الشيء عم نشوف الفرق عم تصف بحكم عم يصرف بالباسكت بول والبول. بيروت حامل لقب ببطوله لبنان، كمان عم يصرف، الكل عم يصرف، واصبح الرياضه اللبنانيه عند التحديات ومنها موسميه، هي هيدا وجهها رح يغيره بزمن الشده وبالزمن الصعب، مش المغزى اللي تكون انت بالزمن العادي انت ماشي، المهم انت بالزمن الصعب ما تتغير شكلك، والحمد لله القيمين على الانديه على الاتحادات اذا بدك، بس انا هون بخص الانديه تحديدا، لانه الرياضه اللبنانيه هي بتقوم على مبادرات فرديه ولا مره استفادت من دعم رسمي او من قطاعات ثانيه، اسوه بالرسميه عم بحكي، اسوه بالدول المجاوره. فتحيه لهم، لكل واحد عم بحط مصاري بالرياضه اللبنانيه، مؤمن فيها، مؤمن بالشباب، هيدا ايمان بالمستقبل فينا نقول. ناجي بصراحة يعني طالما حكيت أنه الرياضة متروكة من قبل الدولة، شو رأيك بأداء وزارة الشباب والرياضة، أداء اللجنة الأولمبية، أداء المسؤولين عن قطاع الشباب والرياضة بلبنان؟ أكون كثير صريحين، يمكن بيتحججوا بالأوضاع الصعبة، بس لا، بالأوضاع الصعبة لازم نشوف جهود أكثر، جهود أحسن منهم. مش عم تحسن الظن مع الأسف، يعني اللجنة الأولمبية سمعنا أنه صار في جابت مساعدات بعد انفجار مرفق بيروت، وهذا شيء كثير منيح، ولكن عرفنا انه راحت لمحلات يمكن البعض بيعتبر انه كان فيها شوية مبالغه فيها، مثل القيمه اللي حصل عليها اتحاد التجسيف. هلا بيقولوا قدم وراقه وعمل كل شيء مزبوط، ولكن اتحاد التجسيف ما مش له، هو كان بالقاعده البحريه للجيش اللبناني مرفق بيروت، نحن مش ضد يحصل على مبلغ كبير، ولكن تم حرمان اتحادات اخرى من مساعدات. نروح على اللي صار مع الباسكت بول، تم الاشتراط انه يجوا اللعيبه يلي طلعوا وصيفين لبطل اسيا على اللجنه تيتصوروا معهم ويعطوا كل واحد 1000 دولار، طبعا هالشيء تم رفضه من قبل اتحاد اللعبه، وفي خطوه محقه. اللجنه عم تلتهي بامور منا كثير اساسيه ومنا جذريه، عم بتفوت بزوريب ضيقه هي تحت سقف اللجنه الاولمبيه اللبنانيه، فهون الاداء ابدا منه مقبول. نروح لوزاره الشباب والرياضه والوزير الصديق الدكتور جورج كلاس، يلي كان لي شرف اني اتلمس عنده بكليه الاعلام 88 92 كمان بالايام الصعبه، وكملت العلاقه والصداقه معه. الوزير بشخص كثير منيح، كثير جيد، كثير منيح كوزير شباب، ولكن كونه غير ملم بالملفات الرياضيه بلشنا نسمع عن اعتراضات وعدم تصدي اذا بدك بسبب عدم الالمام وشفافيه الوزير وادميته الزايده عن اللزوم لمافيا الرياضه،
عم نسمع عن تفريخ اتحادات رياضيه جديده طلوع نزول طول عرض، مش هيدا الاساس. بعد ما كان الوزير يكون اكثر على الارض، يمكن الظروف مش سامحت له ظروف الحكومه، يمكن التركيز اكثر على الجانب الشبابي. من هون طلب انه يكون بالحكومه الجديده وزير جاي من رحم الرياضه اللبنانيه. مع كل التقدير والموده والمحبه للصديق والدكتور والمعلم اذا بدك بالمهنه الدكتور جورج كليس، ولكن مطلوب احداث تغيير بشخص وزير الرياضه تحديدا، يجي وزير ملم بالملفات الرياضيه. وهون عرفنا انه المدير العام الصديق الاستاذ زيد خيامه ممكن كثير يستمر بمنصبه بسبب المرسوم يلي بيلحظ تمديد خدمات المدراء العامين سنتين، فهيدا الشيء بيعطي قيمه وغنى للوزاره بوجود شخص فاهم شو عم بيصير يتابع فيها. بس بدنا وزير كمان يمشي بالخط الموازي للمدير العام لحتى يتم تصويب العمل بالاتحادات، يتم حث اللجنه الاولمبيه على البذل على 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 العطاء بالمحل اللي لازم ينعطى فيه، لحتى نساعد بنهضه الرياضه اللبنانيه اكثر واكثر، وما نخلي العبء كله على القطاع الخاص. ناجي، بإطار اللي حكيته رينا الأسبوع الماضي بموقع ملاعب خبر أنه كتار من الرياضيين والعاملين بالوسط الرياضي عم بيطالبوا بتغيير وزير الشباب والرياضة إذا صار في حكومة جديدة، بخصوص الاتحادات يلي فرخت. يعني مثلا تخيل أنه بلبنان صار في اتحاد السيرفينج، هو ما عنا أمواج ولا عنا هيدي اللعبة أبدا، بس هيدا اتحاد أولمبي ممكن أنه يستخدم للتصويت باللجنة الأولمبية السنة الماضية. اتحاد الخماسي الحديث، يعني ما في نادي بلبنان عنده امكانيه انه يكون عنده خماسي حديث. الله يرحم العماد فيكتور خوري عمل وقتها خماسي حديث لجنه على ايامه، وكان عنده شيء بالمربح عنده بعام شيت، وكان هو فارس ويهتم بالفروسيه، وكان يمكن واحد من الاشخاص القلال مع الراحل فوزي غندور رئيس النادي اللبناني للفروسيه اللي يعرفوا شو يعني الخماسي الحديث. فهلا شفت المرسوم طلع، وشفت شيء كمان لجنه لاتحاد شيء هيك السقافه الرياضيه، عم شوف قصص كثيره. انا برجع بقول وزير كلاس شخص اكاديمي، شخص مرتب، شخص شفاف اكيد، شخص طلع اجيال، شخص صانع اجيال، شخص صنع نفسه، بيشبهنا الوزير كلاس، طلع منا ابن الجامعه اللبنانيه، ابن الفقر، ابن المثابره، ابن الاجتهاد، ولكن هالشيء مش كافي لمواجهه ما تحتاجه الرياضه من تصدي واصلاحات. طيب. لابد من احداث تغيير بمركز الوزير، ويتم الاستفاده من خبره الوزير كلاس ورؤيته الاكاديميه بوزاره ثانيه. بركي انا ما بدي طول بهذا الموضوع، بس بدي اقول له للوزير كلاس انه التاريخ لن يرحم، لانه عم بيصير في تغيير ديموغرافي بالرياضه اللبنانيه، وهو قد يكون وقع عن علم او بدون علم على احداث هيدا التغيير الطائفي والمذهبي. خليني اسالك هلا عن صلب الموضوع اللي بدنا نحكي عنه، وهو القرار القضائي اللي صدر بحق اتحاد الكره الطائره، ويلي ممكن انه من وراه كثير من الاتحادات تتعرض للي تعرض له اتحاد الكرة الطائرة، ونفوت بنفق ما نطلع منه. شو رأيك بهذا الموضوع؟ لأنه وقتها صار في فريق معترض على الانتخابات قدم مراجعة، هالمراجعة سلكت مسار القانون القضائي، طلع هالحكم بإبطال نتائج الانتخابات يلي هي يمكن كانت العمود الأساس فيها للإبطال، هو أنه صارت بفترة كورونا. هلا بوقتها ما حدا اعترض، ما بعتقد في امكانيه للاعتراض مع مفعول رجع، هيدا عم بحكي عن اعتقاد وليس المام بالقانون. بس ما بعتقد انه بالمنطق انه فيك ترجع لشيء مفعول رجع، وقتها في فريق قدم تظلم ومقاضاه وهيدا كان حق له وحصل على قرار، على امل انه التجربه ما تنسحب على اتحادات اخرى وتنعكس سلبا على الرياضه اللبنانيه. بس هيدا بيطال اللجنه الاولمبيه، لانه هيدا الاتحاد رشح شخص وصور بانتخابات اللجنه الاولمبيه. مش بالضروري، لانه كمان هالشخص انتخب بصفته الفرديه يعني، وما لها علاقه هلا. لا، الاتحاد رشحه ناجي. ايه بس اليوم صار في تعديل، الاتحاد اللي انتخب وابطلت انتخاباته هو رشح. استاذ ايدي، بس اليوم صار في تعديل بالاولمبيه، ايام الراحل الكبير استاذ انطوان شركيه صار الشخص اللي بينتخب لشخصه مش لمقعد للاتحاد، يعني المقعد راح لشخص يعني هو الاستاذ اسعد المخر. فهلا انتخب. نعم. هلا بيطال ما بيطال، الموضوع يمكن محصور بمطرح واحد بشخص محدد، شخص فردي، حاله فرديه باللجنه الاولمبيه، وبالتالي ما بتطال عمل، ما بعتقد لازم تطال عمل اللجنه ككل.
نحن عم نحكي عن لعبه بنحبها ولعبه عاطت كثير للبنان ولعبه صمدت وبقيت هي وجه الرياضه بالحرب اللبنانيه. هاللعبه يلي هي كره الطائره ما بعرف شو الخلافات شو الامور، مين بيعتبر له حق، مين بيعتبر انه زايد شوي متمادى يمكن بهالملف، ولكن المهم انه هالشيء ما ياثر على عجله اللعبه اللي ينطلق الموسم بموعده بالشكل الطبيعي مثل وتمشي تحضيرات الانديه ونشوف البطوله على الاو تي في مثل ما عم نشوفها بالسنه بالاعوام الماضيه اللي طلعت ونشوف هاللعبه الحلوه. المهم انه تمشي الامور والمهل وما يصير في عرائيل، روح تخلي لانتخابات، تمشي فتره التوقيع. اللجنه الخماسيه برئاسه الرئيس السابق الاستاذ ميشيل ابراميا بتكفي عملها وهي مشكوره انه مشاهله وعم تختصر كل شيء، عم تعمل كل شيء لحتى يتم انقاذ الموسم يلي هو جاي بعد موسم كثير قوي قطع بكل الفئات العمريه للعبه كره الطائره. فهيدا بيت الاصيل، نتمنى تصير الانتخابات قبل نهايه السنه ضمن الاصول ضمن المواعيد والعمليه الانتخابيه تاخذ مجراها. طيب ناجي شربين من الأشخاص يلي بالانتخابات الماضية كان أحد الطباخين، إن كان ترشيحا لبعض الأشخاص وإن كان على صعيد التحالفات، برأيك اللائحة القوية 14 من 15 أو 15 من 15 بعد مش معروف، شو حظوظ الفريقين إذا صار في انتخابات؟ خليني أرجع للسؤال الأول. أنا هاي اللعبة بحبها وبتعنيني، وأنا يمكن عضو بنادي وحيد فيها يلي هو نادي ضعتي بحالات يلي هو بمارس كرة الطائرة، وهي المنطقة هي تعتبر من المناطق اللي هي نبع اللعبه، فبنتعاطى فيها بخلفيه حب وبخلفيه انتماء، وانا مارست طبعا بعض الدراسه مش على حساب اللعبه او نصره لفريق ضد ثاني. اشتغلنا انه يكون في يتمثل اوسع تمثيل باللعبه، وهذا يلي صار، وتم دخول اشخاص بصرف النظر عن اتجاهاتهم السياسيه ومواقعهم وانتماءاتهم وخلفياتهم، وهيدي مشكور فيها، كان لعب دور كثير المحاضر الاولمبي الاستاذ جهاد سلامه يلي ما توقف عند انتماءات حدا. انا بحكي عن قرابتي لازم توني شرب عضو الاتحاد ورئيس نادي حيلات يلي هو موقع سياسي مختلف وعده اشخاص، فكان الخيار انه لا جهاد والمجموعه اللي معه نحن عم ننقي الاشخاص المناسبين بالمكان المناسب بعيدا عن وتم استبعاد ناس من منطقه جبال ليتمثلوا يلي هن اذا بدك بخصوا الطيار، فكان الخيار خيار رياض الصرف، وهيك لازم يكون بكل الاتحادات. وبرجع بنوه بدور اللعب والاستاذ سلامه بهالموضوع، الصديق العزيز صاحب النظره رياضي الصرف، يعني هيك اشخاص هن المفروض يتعاطوا رياضه ويكونوا نموذج للعمل الرياضي. بتقول لي هلا حظوظ اللائحه الحاليه اللي هن رجعوا اعتبروا انه تعرضوا لنوع من الاساءه او ظلم اذا بدك، بصرف النظر عن تظلم الفريق الاخر، بس هن اعتبروا انه احنا الاتحاد الوحيد اللي تم منتخب بطريقه شرعيه ما فيها غبار، تم اذا بدك فرق الاتحاد ودفعه الى الاستئاله بقرار قضائي. فمجرد انه هالاشخاص اجتمعوا مع بعضهم على الورق ومثل ما مبين الامور ووفق التمثيل للنوادي وحيث العطف يلي نشات مع هالمجموعه من ناس يمكن كانوا على مسافه منها بس حسوا بظلم تعرض له هالاتحاد يلي ما عمل الا كل شيء منيح للعبه وقدر يجمع الكل حده واغلبيه حده، اذا بدك الايادي الساب او مجموعات ساب اجمعهم كلها حده بسبيل انه هاللعبه ترجع تقلع، وقلعت شفناها بالناشئين، منتخب رجع لبنان بالمنتخبات يشارك بدورات خارجيه، منتخب الناشئين عمل نتائج مذهله، رجعنا نشوف اللاعب اللبناني الناشئ بالملاعب اللبنانيه، عم نرجع نشوف مستقبل اللعبه. فهالعوامل كلها عم تخلق حاله عطف اذا بدك حول اللائحه الاولى اللي بتشكل باللعبه، ودائما بالكره الطائره تاريخها اللي بشكل اول لائحه يحصد غالبية ما قاعد الفوز بالانتخابات، فممكن كثير تكون النتيجة مماثلة للمرة الماضية تطلع تفوز اللائحة كلها، يعني مع كامل الاحترام والتقدير لسائر المرشحين وكل واحد بيشوف انه بنفسه هو اهل لخدمة اللعبة. طيب ناجي هلا في معضلة هون، كيف بده يتم التصويت؟ يعني في فرق طلعت على الدرجة الأولى، في بطولة خلصت، وزارة الشباب والرياضة تبلغت بهيدي الأمور، كيف بده يصير التصويت على أي أساس؟ بده يتم الاتفاق وصوت في وضع لائحة، يعني بالنهاية رح تصير العملية الكل بيقبلوا فيها، واللي بفوت على عملية انتخابية بده يرضى بنتائج التصويت، لأنه المرة الماضية كان في آلية معينة للتصويت وأندية معينة صوتت وشاركت. طبعا أنت اليوم ما فيك تجي ترجع بس للمرة الماضية، لأن في نوادي يمكن ما شاركت من وقتها أو شيء، ما فيك تقول لهم تعوا شاركوا صوتوا، في ناس
رجعوا ظبطوا اوضاعهم وشاركوا وعملوا نتائج مذهله وبذلوا بسبيل في فرق طلعت من درجه لدرجه وصار عندها عدد نقاط اكثر بالتصويت. هيدي لائحه بيتم عليها باقتراح اللجنه الخماسيه مع اللجنه الخاصه بالانتخابات. لجنه الانتخابات بيترأسها الاستاذ محمد عويدات، وشخص موثوق وخبير وحريص على اعطاء كل صاحب حقه، فما في خوف على العمليه الانتخابيه، ما بعتقد في خوف. طيب بصير في اتفاق وبصير في مجموعه بدها تصوت، وانا بقول لك ما راح يكون في اختلاف سواء اعتمدت اليه معينه او اليه اخرى، حتى راح اكون صريح معك اكثر، اذا كانت العمليه معاكسه تماما للاليه اللي البعض بيقترحها ما راح يكون فيها التغيير الكبير بالنتيجه، لانه اهل اللعبه هودي هن وبعضهم موجودين فيها. عم ينحكى كثير عن اميل جبور وعن نادي قنات، شو رايك باي ضفه بيكون؟ نادي قنات والاستاذ اميل جبور بيكون مطرح ما لازم يكون كره طائره. هن معروفه خياراتهم، هن مع الكل اكيد، هن بيكونوا موجودين لمصلحه اللعبه، ووجودهم سواء كان بلائحه معينه، لائحه لائحه ب، لائحه س، بيكون هو مكسب للعبه وما بيكون في ضرر. ولكن الموقع التاريخي للاستاذ اميل جبور وارتباطه بغالبيه اعضاء الاتحاد الحالي وتحديدا آل القصوف والرئيس وليد القصوف والاستاذ ميشيل ابي رميا والقيمين على اللعبه من تاريخيين وداعمين ومواكبين لها، انا بعتقد بيكون بمحل مختلف ومحل كثير بعيد للاستاذ اميل جبور. وبكل الاحوال هو باي محل بيكون فيه دوره على الراس والعين، هو مكسب للعبه الكره الطائره. بيقولوا حاطط البوينتاج بجيبته ولا مرة، مثل ما قال زميلنا جلال بعينه، ولا مرة يخطئ ببوينتاجاته. هيدي أمور انتخابية، أنا ما بتدخل فيها، نحن بنحترم حق الأندية ومنعتبر إنه كل واحد حابب يبذل شيء بسبيل اللعبة هو له حق بالترشيح، بالاقتراع، باختيار ما يراه مناسبا، نحن ما بنتعاطى بالعملية الانتخابية، وكامل الاحترام للجميع، وبنقول انه لعبه البوليبول هي بالاخر بالملعب، فمش بس باللجنه الاداريه، ففي ناس كثير نشطاء بلعبه البوليبول عم يعطوها من خارج اللجنه الاداريه، وهيدا الشيء مرحب لهم. يعني مثلا السنه رحت عملت برمي بالدورات الصيفيه، خبرك شيء يعني مش عم نشوفه كنا بالفينالات على التلفزيون، لانه لعبه البوليبول هي لعبه ضيع الكره ومدن اذا بدك، بس كره اكثر. شفنا اعراس الكره الطائره بتنقل بكل المناطق اللبنانيه على قلتها، ولكن شفنا حركه بالمهرجانات الصيفيه بعده ضياع، وهذا الشيء ببشر بالخير يعني. طيب كثير عم بيتساءلوا، تفضل. لا لا تفضل. كثير عم بيتساءلوا لانه الوقت عم بيدهمنا، كثير عم بيتساءلوا امتين ممكن تصير هالانتخابات حتى ما تاثر على انطلاقه الموسم يلي عاده بيكون ببدايه السنه. المفروض تصير قبل نهايه السنه او حد اقصى بالقسم الاول من كانون الثاني، حتى ما يتاثر الموسم. بكل الاحوال في لجنه خماسيه انا بعتقد فيها تحضر للبطوله، لانه معها صلاحيات ومحدد دوره بقرار وزير الشباب والرياضه، وان شاء الله هالعمليه بتكون سريعه والكل بيجوا بيتفقوا انه بدنا نحط الخلافات الاداريه مال نشتغل نكفي الشغل بالفوليبول بمال ثاني. شو كلمتك الاخيره ناجي شربي لاهل الكره الطائره؟ بلعبه بتساع الكل، بتساع كانت حاملة من زمان، هي مراحل شهاد القصوف 500 نادي، بصرف النظر انه البعض كان يحكي عن انديه وهميه، بس كان في ضيعه بالحرب اللبنانيه فوق 350 ضيعه كانت عم تعمل اعراس كره طائره، وين ما كان يتنقلوا يقطعوا الحواجز المعابر. لعبه كره طائره وصلت لمحل فيها 500 جمعيه وبغالبيتها كانت فعل وكانت نشيطه، وهيدي عبره انه اللعبه بتساع الكل، لعبه للكل وبتساع الكل. منا ابدا محصوره باللجنه الاداريه اللي عم ينعمل هلا اثنين بالفوليبول، بسمي شخص كثير مرتب هو وصدف وجوده باللائحه الاخرى، الاستاذ لاعب الدوله المهم والبطل غسان قرباحي، عامل حركه ونشاط مهول بمنطقته هونيك عنده بالرميله وبساحل اقليم الخروب، لعبه بتساع الكل وهي للكل سواء داخل او خارج اللجنه الاداريه، بدنا فوليبول وبدنا لجنه فعلي وبدنا منتخبات وطنيه وبدنا لعيبه ناشئين يطلعوا، هيدا بيت الاصيل. مش مهم الاتحاد وموقع، طبعا مهم القياده الشفافه والسليمه، ولكن الاساس ما
بدنا نوصل لناشئين منتخبات وطنيه ونشاط كره طائره ما بيوقف على مدار السنه. أنا بدي أتشكرك ناجي شربل على هيدي المداخلة والإطلالة وعلى هالمعلومات القيمة يلي أعطيتنا إياها، لأنه كتار عم بيسألوا عن الفوليبول وبعرف قديش عندك شغف بهيدي اللعبة، وأكيد قديش بتساعد لمصلحة أنه هاللعبة تضل عم بتطير بكل الملاعب. أهلا وسهلا فيك بالأو تي في وشكرا لك على هيدي الإطلالة. شكرا لكم، يعطيكم العافية. مرسي ناجي. اذا هيدي كانت حلقتنا، حكينا فيها فوليبول عن منتخب لبنان للسيدات اللي عم يستعد ليشارك ببطوله غرب اسيا، وبالجزء الثاني حكينا شويه رياضه وانتخابات الاتحاد اللبناني للكره الطائره. انا بودعكم والاسبوع الجاي حلقه جديده، الى اللقاء.